السادسة يا زمالك، شعار رفعته جماهير الفارس الأبيض قبل انطلاق حملة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعدما أقيمت قرعة دور المجموعات اليوم. يبدأ الزمالك الحلم الجديد، حلم السادسة، بعدما تخطى في الدور التمهيدي عقبة إليك تليتشادي، وفي دور الاثنين والثلاثين تخطى عقبة فلامبول بروندي. يبدأ الزمالك مباريات دور المجموعات في شهر فبراير، وعلى مدار شهرين تحلم جماهير الفارس الأبيض باستمرار الزمالك في طريق الأحلام. القرعة أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الزمالك الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني. أما المجموعة الأولى فإنها تضم الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. أما المجموعة الثانية فتضم النادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. المجموعة الثالثة تضم الرجاء المغربي وهوروي الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي. الجولة الأولى من دور المجموعات ستقام يومي 10 و11 من فبراير من العام المقبل، أما الجولة الثانية فستقام يومي 17 و18 من فبراير. الجولة الثالثة ستقام يومي 24 و25 من فبراير، والجولة الرابعة تقام يومي 7 و8 من مارس. الجولة الخامسة تقام يومي 17 و18 من مارس، أما الجولة السادسة والأخيرة ستقام يومي 31 من مارس والأول من إبريل. جماهير الزمالك تنتظر على أحر من الجمر مباريات الفارس الأبيض في دور المجموعات، بعدما سار الفارس الأبيض في طريق البطولات وهتافها الوحيد السادسة يا زمالك.